السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عاملة دايت أو مهتمية بالأكل الصحي ونفسك تاكلي حاجة حلوة كده وطعمها حلو ومختلفة وجديدة، يبقى لازم تتفرجي على الفيديو ده. ولو عايزة تأكلي ولادك برضو أكل صحي من غير ما نحمر ومن غير ما نقلي ونحط زيت وحاجات كتير كده غلط على صحتنا، اكتشفنا فعلا إن هي غلط وبتضرنا كتير. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه من غير ما هنحمر اي حاجة ولا نشوح اي حاجة ولا حتى هنحط زيت مضر لصحتنا. وهنتبل الفراخ دي بتتبيلة خطيرة جدا، وهي من ابسط ما يكون، يعني مش هتصدقوا ان طعم الفراخ ده طالع من تقريبا مش هتطلع توابل. وطبعا عاملة صوص طماطم يعني حكاية. تعالوا نشوف عملناه ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، يا ريت تشتركوا معايا في القناة، متنسوش تفعلوا الجرس، ويا ريت تعملوا لايك. كل حاجة انا جايبة صدرين من الفراخ، هبتدي كده اقطعهم. طبعا اول حاجة هشيل الحتة اللي تحت دي رفيع دي، وبعد كده صدر الفرخة عندي نفسه هقطعه لتلاتة. هو صدر فرخة ما شاء الله كبير، فيعني هو لو انتوا لو شايفين ان صدر الفرخة بتاعك صغير يبقى كفاية تقطعيه على اتنين. نحاول نخلي شريحة الفراخ مش تخينة قوي ولا رقيقة قوي بالشكل ده. شايفين انا كده قطعت الصدر على تلاتة، بس طبعا شايلة الحتة اللي هي تحت دي. بصوا السمك بتاعه شكله ايه، مش اللي هو مش تخين ولا رقيق، عشان ما تنشفش منك، وفي نفس الوقت عشان ايه يعني لما نيجي بقى كده نسويها تبقى تاخد معاكي سوا مظبوط. اهو شايفين السمك ده مظبوط قوي، وكمان عشان احنا بنقطعها في التقديم تقدري تقطعيها بسهوله. وهقول لكم طبعا على طريقه التسويه هنسويها ازاي بطريقه سهله جدا وصحيه جدا، ان شاء الله هتعجبكم. كده انا قطعت الفراخ اللي عندي زي ما هي كده، بقى هاخدها اتبلها بقى التتبيله الخطيره بجد. عندي بقى توم، جبت حوالي 4 فصوص كده، وبعد كده دقيتهم بقى، بحب ادقهم في الحاجه اللي هتبل فيها، عارفين لان الزيوت بتاعتها لما بتطلع في الهون عارفه بنحس ان احنا ما استفدناش بيها قوي. بعد كده جبت ليمونه بشرتها، اخدت بشر الليمون، ونفس الليمونه دي هعصرها، وهعصر كمان نص ليمونه كمان، يعني انا عصرت ليمونه ونص على صدر الفرخه، على صدرين الفراخ دول ليمونه ونص، بس ليمونه كبيره يعني عارفين، لان هو الصوص اصلا معتمد على الليمون والثوم بس. انا مش هحط اي بهارات خالص ولا هحط اي توابل غير بس معلقه من البصل البودر، ولو عايزين تستبدلوها بميه بصل. وبعد كده نص معلقه صغيره او ربع معلقه كمان من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح، بس كده. هي دي التتبيله، هنزود عليها بس معلقتين من زيت الزيتون عشان لما نيجي نحمرها تبقى كده جوسي وحلوة، وفي نفس الوقت تاخد معاكي اللون بسهولة. وتاني حاجة هحط بس معلقة صغيرة قوي من الخل، يعني مش هكتر خل، لان الخل طبعا من الحاجات اللي في الفراخ بتهريها، فاحنا منكترش خل قوي. وبعد كده بعد ما عملنا كده هبتدي انزل بالفراخ اللي عندي بقى وتتشرب بقى من التتبيلة الخطيرة دي، بس مش هنسيبها كتير، يعني انا سبتها حوالي 10 دقايق بس، مش هسيبها اكتر من كده لان انا طبعا حط خل، فمش عايزة اسيب الفراخ. لو انتوا حابين تسيبوها فترة اطول بلاش تحطوا معلقة الخل دي، انا سبتها بس 10 دقايق وخلاص. بعد كده هجيب بقى اي جريل على النار، طاسة، صينية، اي حاجة بقى على النار كده، كل اللي هحطه معلقة صغيرة بس من الزيت، امسحها بس كده كويس عشان ما تلزقش. احنا زي ما اتفقنا هنعمل اكل صحي بس في نفس الوقت طعمه حلو، ومش هنحمر بقى ولا يعني هنعمله زي مشوي كده. هبتدي انزل بالفراخ بتاعتي، بس اهم حاجه الجريل او الطاسه تكون سخنه قوي، ونعلي درجه الحراره، نعلي النار شويه، نحطها على العين الكبيره، هنزل بيها كده شايفين، بحيث ان هي ما تنزلش الميه بتاعتها او السوائل بتاعتها وتفضل محتفظه بطراوتها كده. ابتدي بقى اسيبها على النار العاليه دي، هسيبها خالص لحد ما تبتدي تاخد اللون، وبعد ما تاخد اللون معانا هنبتدي نقلبها على الجنب التاني. شايفين كده ما شاء الله شايفين لونها، عايزه اقول لكم ان هي في المرحله دي مش تاخد سوا كتير، احنا مش مقطعينها رقيقه قوي ولا تخينه قوي، فاحنا مش هينفع ان احنا نسيبها تستوي قوي عشان ما تنشفش منك يعني، ولا يعني اخدت معايا بالظبط كده حوالي 10 دقايق على الجنبين، يعني 5 كده و5 كده واقل كمان، عارفه انت اول ما تحسي ان هي اخدت اللون كده. يعني ببتدي بقى اهدي النار شويه بعد ما قلبتها عشان ايه الصدر اللي هو تخين شويه ده سميك ده يستوي. نحاول ان احنا ناخد بالنا من النقطه دي، ما نزودش التسويه في الفراخ، لان الفراخ لما بتزودي فيها التسويه بتبدا تنشف منك، ولو قللتي فيها التسويه ما ينفعش.
تمام يعني خلينا متفقين يعني، لان الفراخ لازم تتسوى سوا كامل. فهي زي ما قلت لكم اخدت مني حوالي 10 دقايق على النار. شايفين استوت ازاي؟ هي طالعه زي الفل، نشفت ولا هي فيها بقى ايه، مش مستويه، طعمها حلو كده. هبتدي بقى اعمل بقى المكرونه بتاعتي، هعملها بقى بطريقه خطيره بجد، اول مره اجربها بس طلعت حلوه جدا. انا جبت الطماطم اللي عندي، هبتدي اقطعها على 4 كده. عندي طماطم، عندي فلفل، عندي بصل، وعندي ثوم. يعني جبت بصلاية واحدة وحوالي 4 5 فصوص ثوم كده، سلام زي ما هما، مش هقطعهم. البصل هقطعها على 4. هبتدي اقطع بقى البصل عندي على 4 كده. بجد طعم المكرونة يا جماعة لازم تجربوها، يعني لا يمكن كده تفوتوهم غير ما تجربوا الوصفة دي بجد. وعندي بقى الفلفل ما خدتهاش كلها بصراحة، خدت نصها بس. ناخد بقى الخضار ده كله وننزل في بولة كده، ونحط الخضار اللي عندي، واحط عليه معلقتين كده بقى من زيت الزيتون، معلقتين زيت الزيتون زي ما قلت لكم، بعد كده رشة ملح صغيرة كده. ويا سلام بقى لو عندك زعتر فريش. يعني هو انا بصراحة الزعتر ده انا كنت احطه في الفريزر بس طلع مش حلو بصراحة، يعني هو لان الزعتر ما ينفعش يتخزن. وبعد ما حطيت بقى الملح هحطه بقى في الصينية كده، رص الخضار ده في الصينية. بعد ما رصيت بقى الخضار كله كده هنبتدي بقى نشويه في الفرن. يا جماعة الخطوة دي مهمة جدا، بعد ما تشوى في الفرن واخد اللون ده كده نبتدي نسيبه يهدى شوية. وبعد كده ضربته في الخلاط بشوية مية صغيرين. بعد كده رجع الصلصة دي تاني، حطها على النار تاني لحد ما تتسبك بقى. مش هنحط اي اضافات، لو حابين تحطوا شوية فلفل اسود، ملح، براحتكم بقى، بس انا مش هحط اي حاجة لان كده بجد كفيلة الفلفل والثوم والبصل كفيل يعمل اي حاجة يعني. بعد كده اجيب بقى المكرونة عشان نسلقها، حط طبعا حلة فيها مية ومعلقة ملح ومعلقتين من الزيت، واسلق بقى المكرونة بتاعتي. وبعد ما تتسلق لمدة 7 دقايق كده نبتدي نصفيها. بعد كده بقى نبتدي نقدم، هنبتدي نحط بقى المكرونة في النص كده. جماعة طبق خطير بجد، ومش عشان انتوا عاملين دايت او عايزين تاكلوا اكل صحي يبقى ناكل اكل مش حلو، لا، نعمل اكل برضو وهيبقى حلو قوي، وكمان نقدمه بطريقة حلوة عشان يفتح نفسنا. يعني مش شرط ان احنا نعمل الاكل بطريقة تقليدية يعني. بعد كده قطعت، لما قطعت بقى في الصدور شرايح كده ابتدي احطها بقى في الجنب كده، والمكرونة طبعا في النص. يعني طريقة تقديم برضو يعني شيك كده تفتح النفس. بعد ما حطينا بقى الفراخ ننزل بقى بالصلصة اللي عندي دي، بعد ما اتسبكت كويس واخدت لون كده حلو وريحة بقى تجنن بجد. زي ما قلت لكم لو انا ما حطيتش عليها فلفل او اي حاجة، طبعا كنت متبلة الخضار بملح، انتوا لو عايزين تحطوا فلفل حطوا، وكنت حاطة طبعا زعتر فمش محتاج بقى اي توابل تاني. بعد كده هحط الصلصة بقى ولو وشوية بقدونس كده او كزبرة خضراء، اي حاجة موجودة عندك كده، بس نمسح بس الطبق. ونبتدي بقى نزين بقى بأي خضار عندك، يعني بنكسر بس اللون مش اكتر. وبرده كمان البقدونس او الكزبرة من الحاجات المفيدة جدا والحاجات الصحية برده، وبتفتح النفس عن الاكل وخصوصا مع المشاوي. وكده الطبق بقى جاهز للتقديم وبالهنا والشفا يا رب. وان شاء الله الايام اللي جاية هنعمل وصفات كتير صحية كده، ان شاء الله هنهتم بالموضوع ده قوي. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، ولو الوصفة عجبتكم يا ريت تعملوا لايك، يا ريت ما تضيعوش الوصفة دي بجد والوصفات الصحية دي، لان ولادنا فعلا محتاجينها. عايزة اقول لكم صوص الصلصة ده مع المكرونة طعمه حلو جدا، ويا سلام بقى على حتة الفراخ دي مع الصوص ده. السلام عليكم.